بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة وليخلق حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل. من وسائل الشرك التصوير، وهو إيجاد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله، وذلك بعمل المصور، إما بالرسم باليد وإما بالنحت بالصور المجسمة وبناء الصورة، وإما بالالتقاط بالآلة الكهربائية مما ينتج عنه وجود صورة تشبه الصورة التي خلقها الله. هذا مضاهاة لخلق الله عز وجل ومشاركة لله عز وجل في التصوير. الله هو المصور سبحانه: صوركم فأحسن صوركم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذا من اختصاص الله عز وجل. فهذا المصور يحاول أن يحاكي الصورة التي خلقها الله، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم مضاهاة، سمى التصوير مضاهاة لخلق الله، أي مشابهة. فالمصور يحاول أن يوجد شكلا يشبه الشكل الذي خلق الله عليه الحيوان. فهذا من وسائل الشرك. ولهذا جاء الوعيد الشديد على المصورين في الأحاديث الصحيحة المتنوع، الوعيد المتنوع. والتصوير من كبائر الذنوب لأنه مضاهاة لخلق الله، مشابهة لخلق الله، هذه مشاركة. وأيضا هو وسيلة للشرك، لأن قوم نوح ما أشركوا إلا بسبب الصور التي نصبوها للصالحين على مجالسهم، فاعتقدوا فيها أنها تنفع وتضر بتسويل من الشيطان، فعبدوها من دون الله. فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب التصوير. لا يتهاون بهذه الجريمة، لأن التصوير أصبح فنا من الفنون الآن، وله تخصصات مدارس، مع أنه محرم شديد التحريم وملعون من فعله. مع هذا يصبح فنا من الفنون التي
تنفق فيها الأموال وتفتح لها المدارس والمعاهد، معاهد الفنون. وهذا كله بإملاء الشيطان لبني آدم، وإلا فما مصلحتهم من التصوير؟ نعم، إذا كان التصوير ضروري يحتاجون إليه للضرورة، مثل البطاقة الشخصية ومثل إثبات الجرائم، تصوير المجرمين المشبوهين، هذه الصور محتاج إليها، تباح للضرورة، تباح للضرورة إليها لضبط الأمن. وقد حصل الآن وسيلة أحسن من التصوير وأسلم من التصوير، وهي اللي يسمونها البصمة، البصمة بالأصبع، هذه لا تتشابه في الناس، كل إنسان له بصمة، أصبحت تغني عن التصوير، فلا حاجة إلى التصوير الآن. وأما أن تصور الصور من باب الصناعة والمباهات وتقتنى للذكريات وما أشبه ذلك، فهذا أمر محرم. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ملائكة الرحمة لا تدخل البيوت التي هي صور معظمة محتفظ بها منصوبة على الجدران أو ما أشبه ذلك، فلا تدخل الملائكة في بيتا فيه كلب ولا صورة. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل في الغرفة التي فيها سترة فيها تصاوير، أبى أن يدخل حتى هتكت وأزيلت. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بطمس الصور وإتلافها، قال صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو الهياج الأسدي التابعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج، وكان كاتبا، كان كاتبا لعلي بن أبي طالب، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا تدع صورة، هذا عام، إلا طمستها حتى يزول شكلها، إلا الصور الضرورية التي يحتفظ بها للضرورة لا بأس، وإن كان حصل الآن ما يغني عنها، فهذا من وسائل الشرك. وإذا قصد المضاهاة فهو شرك، شرك أكبر. نعم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. من أظلم، لا أحد أظلم من المصور، لا أحد، من أظلم يعني لا أحد أظلم من المصور. وهذا دليل على شدة تحريم التصوير، لأنه أعظم الظلم. تحداهم الله، تحدى الله المصورين، فقال ليخلقوا ذرة، وهي النملة الصغيرة
يخلق حبة حبة من الحبوب، لأن الحبوب فيها حياة ولذلك تنبت وتنمو، فليخلق حبة، ليخلق شعيرة، حبة شعير. الخالق هو الله جل وعلا، لا يقدر على الخلق إلا الله، مهما حاولت في التصوير وفي الشكل فإنك لن تصل إلى أن تخلق مع الله عز وجل. الخالق هو الله، والخلق من اختصاصه سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر أراد أن يدخل حجرة عائشة، رأى نمرقة على الجدار فيها تصاوير، فأبى أن يدخل، وغضب صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله سبحانه وتعالى. حتى هتكت عائشة النمرقة وقطعتها، جعلتها وسايد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. كل مصور في النار، العموم، سواء صور بالقلم والرسم، أو صور بالنحت والبناء، أو صور بالآلة الكهربائية، لأن هذا عموم لا يخرج منه شيء. الذين يحاولون أن يقولوا إن التصوير الفوتوغرافي إنه ليس تصويرا، هذا محاولة فاشلة. هو تصوير، أنتم تقولون إنه تصوير، ما دام إنه تصوير فهو حرام. فليس العبرة بالوسيلة التي توجد بها الصورة، إنما العبرة في وجود الصورة واقتناء الصورة بأي شكل بنيت أو رسمت أو التقطت هذه الصورة. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. هذا وعيد، كل مصور في النار، ما يستثنى أحد من المصورين. فأين الذين يقولون إن الآلة الفوتوغرافية ليست تصويرا، يخرجون هذا من عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دليل مخصص. تمسك بالدليل العام حتى يأتي المخصص، ليس عندهم مخصص إلا كلامهم هم، هذا لا يخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كل مصور في النار، هذا وعيد. النوع الثاني: يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. كل صورة صورها، يصورون بالآلاف والملايين الآن، فيوم القيامة تحضر هذه الصور، ويجعل له بكل صورة نفس يعذب بها. عدة أنفس، مئات الأنفس، آلاف الأنفس بعدد الصور، كلها يعذب بها في جهنم. من يطيق هذا؟ الوعيد شديد في هذا، والأحاديث في الصحيحين، ما أحد يتكلم في أسانيده، والوعيد شديد في هذا. نعم.
ولكن الناس ابتلوا الآن بالتصوير، ابتلوا به وافتتنوا به، لأن الشيطان يزينه لهم. نعم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا وعيد آخر، الله جل وعلا هو الذي يخلق الصور وينفخ فيها الأرواح تحيا بإذن الله. هذا المصور الذي يحاول أن يشارك الله في خلقه يقال له يوم القيامة: أحيي ما خلقت. يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأن الروح من أمر الله جل وعلا، لا يقدر عليها إلا الله، ولكنه يؤمر أمر تعجيز وتعذيب في يوم القيامة، أن ينفخ في كل صورة صورها الروح، من يقدر على هذا؟ نعم. وأخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها؟ ألا تدع صورة، هذا عموم، صورة أي شيء، أي صورة إلا طمستها. نعم. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا، مرتفعا عن القبور بالبناء عليه، إلا هدمته وسويته بالقبور، سويته بالأرض كسائل القبور، بحيث لا يعرف، لا يعرف من بين القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين. انظر، يقول المؤلف رحمه الله: انظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد، الوعيد المتنوع كله يدل على تحريم التصوير، تغليظ تحريم التصوير وشدة عذابه عند الله يوم القيامة. نعم. فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق. نعم، لأن التصوير من اختصاص الله، فهم يريدون أن يشابهوا الله في خلقه وما هو من خصائصه سبحانه، وهذا شرك. نعم. لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم. نعم، النظر إلى الفعل ما هو بالنية، يقول أنا ما نويت مضاهاة خلق الله، نقول فعلك هذا مضاهاة لخلق الله، نويته أو ما نويته، فعلك هذا مضاهاة لخلق الله، نويته أو ما نويته، لكن إذا نويته فالأمر أشد. نعم. فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم، وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا له ومثلا وندا، فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله. هؤلاء القبوريون، القبوريون نسبة إلى القبور، لأنهم يعبدون أصحابها، يعبدون الأموات، الأموات يعبدون، لكن العقول، العقول تنتكس والعياذ بالله، الأموات أموات، رميم تراب، كيف تعبدهم من دون الله؟ لكن العقول تنتكس، فالقبوريون هم الذين يعبدون القبور بأنواع من العبادات، منها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، استغاثة، الميت لا يقدر على شيء، أما في الحياة فهناك أشياء يقدر عليها المخلوق، يستغاث به فيما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يستغاث به، أما الميت إطلاقا لا يقدر على شيء. أنت سمعت أن الاستغاثة نوعان: شيء فيما يقدر عليه المخلوق وهذا جائز، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه،
ونوع لا يجوز وهو ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا في النسبة للحي، أما الميت فلا يقدر على شيء إطلاقا، فلا يستغاث به. نعم. وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا له ومثلا وندا، شريكا ومثلا وندا، يعني شبهوا الشريك والند هو الشبيه والمثيل. نعم. فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله. هذا ما في تفصيل بالنسبة للميت، لا يستغاث بالميت لأنه لا يقدر على شيء، أما الحي فيستغاث به فيما يقدر عليه. نعم. فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله. طلبوا منه ما لا يطلب، الميت ما يطلب منه شيء لأنه غير قادر، إنما الحي قد يطلب منه ما يقدر عليه من المساعدة والإعانة وأما ما لا يقدر عليه فلا يطلب منه، أما الميت فلا يطلب منه شيء لأنه لا يقدر، انقطع عمله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصبح ترابا أو عظاما نخرة. نعم. فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة. نعم. ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت. ومن ذلك أي من أنواع الوسائل التي تفضي إلى الشرك، وهي شدة المدح، شدة المدح هذه تفضي إلى الشرك، خصوصا إذا كان المدح بحضور الممدوح وفي وجهه، فلا يجوز المدح والإطراء، ولا يجوز مدح الإنسان بحضوره وفي وجهه لأن هذا يطغيه ويكبره، وهو وسيلة من وسائل الشرك. نعم. ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. نعم، لأنهم واجهوه بالمدح هذا، خشي عليهم من الغلو، سد الطريق عليهم، فقال: السيد الله. والسيد معناه المالك المتصرف، فلا يطلق إلا على الله جل وعلا. وأما أن يقال سيد العبد أو سيد بني فلان، رئيسهم زعيمهم سيدهم، هذا مضاف غير مطلق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، قوموا إلى سيدكم. هذه السيادة خاصة، أما السيادة العامة فهي لله عز وجل. والرسول سيد بلا شك، قال: أنا سيد ولد آدم، هذا في الحديث الصحيح، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه سيادة خاصة، أما السيادة العامة فلا تطلق إلا على الله جل وعلا. هذا من ناحية. الناحية الثانية: لا يقال للشخص في حضوره وبوجهه: أنت سيد، أنت سيدنا، لأن هذا فيه إطراء، وقد يغتر الشخص ويعجب بنفسه أو يكره هذا الشيء. الرسول يكره هذا الشيء، يكره أن يواجه بالمدح عليه الصلاة والسلام. نعم. والمسلم يتواضع لله عز وجل.
نعم. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى. هذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك، خشي عليهم من الغلو، مع أنه سيدهم عليه الصلاة والسلام، هو سيد البشر، لكن خشي عليهم من الغلو والإطراء، سد هذا الطريق. كما أنهم لما قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله، من هذا المنافق قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. هذا من باب سد الطرق المفضية إلى الشرك ومنع الغلو والإطراء. نعم. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرنكم. يعني القول العادي، قولوا القول العادي الذي ليس فيه مبالغة، أو بعض القول. هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة، تحذير من الغلو. نعم. قال: قولوا وأفضلنا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، وفي رواية: لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. نعم. أنا محمد عبد الله ورسوله، هذه منزلته صلى الله عليه وسلم، أنه عبد ورسول، عبد لله، هذا هو الشرف أن يكون عبدا لله، ورسول أرسله الله عز وجل إلى البشرية، هذه صفاته صلى الله عليه وسلم التي يواجه بها: يا نبي الله، يا رسول الله، بهذا يخاطب صلى الله عليه وسلم، يا، ويقال عبد الله ورسوله، ولا يقال أكثر من هذا. نعم. وبالجملة، فالوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك. وبالجملة، يعني بالجملة وفي الجملة، الفرق بينهما: بالجملة يشمل كل الصور، وأما في الجملة فهذا يتناول بعض الصور. نعم. وبالجملة، فالوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة كثير، لكنه ذكر نموذج من الأدلة في هذا، في سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. وقاعدة سد الذرائع مجمع عليها بين العلماء في التوحيد وفي غيره، في المعاملات، وفي سد الذرائع المفضية إلى الربا، سد الذرائع المفضية إلى الحرام، سد الذرائع المفضية إلى الشرك، قاعدة عظيمة مسلمة، لكن جاء من المعاصرين ومن الجهال ومن المنافقين من يريد فتح الذرائع، يقول ما في سد للذرائع، ينكرون الأحاديث، ينكرون الآيات القرآنية التي فيها سد الذرائع. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، المعنى واحد، راعنا وانظرنا، لكن لما كان اليهود يستغلون راعنا من الرعونة تورية، الله قال لنا: قولوا انظرنا ولا تقولوا راعنا، سدا للذريعة على اليهود أن لا يتخذوا هذه اللفظة وسيلة لتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن راعنا تحتمل الرعونة وتحتمل النظر، اتركوا اللي فيه الذي فيه اشتراك، واذهبوا إلى اللفظ الذي ليس فيه اشتراك، انظرنا، انظرنا، وقولوا انظرنا. وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ما هو بسب الأصنام واجب؟ واجب، لكن إذا كان يفضي إلى أن عباد الأصنام يسبون الله
فلا تسبوا أصنامهم سدا للذريعة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا من باب سد الذرائع. نعم. والأمثلة على هذا كثيرة، ذكر ابن القيم في كتابيه إغاثة الدهفان وإعلام الموقعين ذكر 99 مثالا لسد الذرائع، 99 مثال سد الذرائع من الكتاب والسنة، وهؤلاء يقولون ما في سد للذرائع ولا في. نعم. وينكرون قاعدة عظيمة لأجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من الإضلال والتضليل. نعم. وبالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة، ولو رمت حصر ذلك على التمام فجاء في مؤلف بسيط. نعم. كما ذكرنا لكم ابن القيم ذكر منها 99 مثال تشكل كتاب، لو أفردت شكلت كتابا مستقلا. نعم. لجاء في مؤلف بسيط، فلنقتصر على هذا المقدار ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات. نعم. وتشريكهم مع الله في بعض الحالات وإفرادهم بذلك في بعضها. نعم. فنقول نعم. اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم والرازق لهم ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل. نعم. توحيد نوعان، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتقدير تدبير، هذا توحيد الربوبية، وهذا يقر به كل المخلوقين لا ينكره إلا مكابر، وإلا فكل الخلق يقرون به. وسيذكر لكم الشيخ أمثلة في القرآن تدل على أنهم يقرون به لا ينكرونه، توحيد الربوبية لا ينكرون. والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا أنكره أكثر الخلق، وجاءت الرسل بالدعوة إليه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله، أي لا معبود بحق، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بدعوة إلى توحيد الألوهية، ولم يطلبوا من الخلق توحيد الربوبية لأمرين: أولا أنه موجود فيهم بفطرهم يقرون بتوحيد الربوبية، والأمر الثاني أنه لا يغني، لو أقروا بتوحيد الربوبية لم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأن المشركين أقروا به ولم يدخلهم في الإسلام، والرسل طالبتهم بتوحيد الألوهية ولم تطالبهم توحيد الربوبية لأنهم يقرون به. وعلماء الكلام في عقائدهم التي تدرس الآن كلها مبنية على توحيد الربوبية، إقرار بالخالق والرد على الملحدين، لكن العبادة ما يذكرونها ولا يذكرون الألوهية في مؤلفاتهم، وهذا لا يغني شيئا، هباء منثور لا يغني شيئا، إنما الكلام على توحيد الألوهية والعبادة، هذا هو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودعا إليه الأنبياء والمرسلون والمصلحون من العلماء، توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات داخل في الربوبية، ولذلك قلنا التوحيد نوعان، يدخل في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، ولكن لما ظهرت الفرق من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأتباعهم
وتكلموا في الأسماء والصفات، وأولوها أفردوا توحيد الأسماء والصفات وجعلوه قسما مستقلا، فقالوا التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المعطلة تكلموا في الأسماء والصفات فأفرد من توحيد الربوبية. نعم. فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل، يعني له توحيد الربوبية. نعم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألت المشركين من الذي خلقهم ليقولن الله، ما يقولون خلقتنا القبور أو الأصنام أو الأحجار والأشجار التي يعبدونها. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما يقولون خلقها البدوي ولا خلقها علي بن أبي طالب أو الحسين أو عبد القادر، ما يقولون، ما يقدرون يقولون هذا، ما يقدرون. أروني ماذا خلقوا من السماوات أم لهم شرك، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. تحدى هذا، تحداهم، يتحداهم، فهم يعبدون من لا يخلق ولا يرزق. فهذا يجب أن يعلم. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم الرزق، هل الرزق يعني من القبور والأضرحة أو من الله؟ الحين ميت رميم تراب هو الذي يرزق؟ لا، الذي يرزقك هو الله عز وجل. والمشركون مقرون بهذا، أن الأصنام والقبور وكل مخلوق لا يرزق، إنما الرزاق هو الله جل وعلا. وإذا جاءك رزق على يد مخلوق فهو من الله، والمخلوق إنما هو سبب فقط. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من، يرزقكم من السماء والأرض، لا أحد إلا الله. ومن يملك السمع والأبصار، لو أراد الله أن ينزع سمعك أو بصرك من الذي يرده؟ ما يمكن أن يرده أحد. ما لرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، فما يقدر على رد البصر إلا الله جل وعلا. لو جبت مهرة الأطباء يردون البصر، يحولون الأعمى إلى بصير، ما يستطيعون. لو جبتهم كلهم يردون السمع إلى أصم، ما استطاعوا. يمكن إذا كان فيه مرض في السمع، مرض ولا في البصر مرض، يعالجونه. وأما أنهم يردون المفقود، السمع المفقود والبصر المفقود، فلا يمكن أبدا. نعم. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت، يخرج الحي من الميت، يخرج النبات من الحب الميت، يخرج الطفل الجنين من النطفة الميتة، يخرج الفرخ من البيضة، من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن، يخرج الكافر من المؤمن، يخرج البيضة من الطائر، البيضة ميتة والطائر حي، يخرج الورق والنبات من الحبة، نعم، من الميت. نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، من يدبر الأمر عموما هو الله جل وعلا، لا أحد يدبر الأمر إلا الله. نعم. فسيقولون الله، المشركون يقولون الله، كل هالأمور يقولون الله، ومع هذا يعبدون غير الله، فأقام الله الحجة عليهم. نعم. فتوحيد الربوبية إنما يذكر لإقامة الحجة، يحتج عليهم بما أقروا به على ما أنكروه، هم أقروا بتوحيد الربوبية فيحتج به عليهم على ما أنكروه من توحيد الألوهية. نعم. فسيقولون الله
قل أفلا تتقون. أفلا تتقون فتعبدون الله الذي تقرون أنه هو الذي يملك هذه الأشياء وأن معبوداتكم لا تملك شيئا. براهين براهين قاطعة. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. من الذي يملك الأرض ومن فيها؟ هو الله. يقولون الله، ما يقدرون يقولون إن فرعون يملك الأرض ومن فيها أو النمرود أو الملك الفلاني. مساكين ما يملكون إلا ملك مؤقت وبعض الأشياء، ما يملكون الأرض ومن فيها، من فيها من الحيوانات والحشرات والأشجار والأنهار والبحار، من الذي يملكها؟ هو الله جل وعلا. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. سيقول المشركون لله، ما يقدرون يقولون هي لفلان ولا فلان، ما يقدرون يقولون هذا. نعم. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. أفلا تذكرون أنه هو الذي يستحق العبادة إذا كان هو الذي يملك السماوات والأرض؟ أفلا تذكرون أنه هو الذي يستحق العبادة وأن معبوداتكم لا تملك شيئا؟ نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون الله قل أفلا تتقون. أفلا تتقون الله الذي تشركون به وهو رب السماوات السبع، السماوات السبع العظيمة، وأعظم منها العرش. العرش أعظم من السماوات والأرض، هو أعظم المخلوقات العرش. من الذي من هو رب العرش؟ هو الله جل وعلا. إذن لماذا تعبدون غيره؟ نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. من بيده ملكوت، ملك، الملكوت هو الملك، ملكوت كل شيء، هذا هو الله جل وعلا. أما المخلوق يملك شيئا يسيرا من الدنيا، ولكن الملك المطلق لله جل وعلا. وملك المخلوق للشيء ليس من ذاته، وإنما الله ملكه إياه، الله ملكه إياه. ما كل أحد يملك، بعض الناس يملك وبعضهم ما يملك شيء، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. من لجأ إلى الله ما أحد يستطيع أن يؤذيه أو يضره، ومن لجأ إلى الله ما أحد يستطيع أن يناله بشيء، يجيره الله جل وعلا ولا يجار عليه. لو أن الله طلب أحدا ما استطاع كل من في الأرض أن يمنعوه من الله جل وعلا. الله إذا طلب أحدا ما أحد يمنع الله جل وعلا من الاستيلاء عليه والقبض عليه أبدا. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون الله قل فأنى تسحرون. أنتم مسحورون اللي تعبدون غير الله وهي لا تملك شيئا ولا تجير أحدا ولا أثر فيكم سحر الشرك والعياذ بالله. نعم. ولهذا نجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار. ولهذا نجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنونا باستفهام التقرير. استفهام التقرير، ما هو باستفهام الإنكار، استفهام التقرير، أنهم يقرون بهذا لأجل إلزامهم، لأجل إلزامهم وإبطال ما هم عليه. نعم. معنونا باستفهام التقرير هل من خالق غير الله. الاستفهام تقرير، أي لا خالق غير الله، هم يقرون بهذا. نعم. أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ ما يشكون في الله، في ربوبية الله أبدا، ما يشكون في هذا. نعم.
أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أتخذ وليا، هذا أيضا استفهام تقريب، أي لا ولي إلا الله جل وعلا. نعم. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا، هذا تحدي، أروني ماذا خلق الذين من دونه، هؤلاء الذين تعبدون، أروني ماذا خلقوا من هذا الكون، ما يستطيعون يقولون خلقوا كذا وخلقوا كذا، هذا إلزام وإفحام لهم. نعم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، تحدي من الله عز وجل. نعم. بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. هذا الذي أرسل الله به الرسل، تطالب الخلق بإفراد الله بالعبادة، ولا تطالبهم بالإقرار بالربوبية، لأنهم يقرون بها، ولأنهم لو أقروا بها لم يدخلوا في الإسلام حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. توحيد الربوبية إنما هو مدرج لتوحيد الألوهية، وإلا هو ما يكفي. نعم. بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. نعم، هذا هو الغاية من إرسال الرسل. نعم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله، ما يقول يا قوم أقروا أن الله هو الرب وأنه هو الخالق، وأنه ما أحد من الرسل طالب بهذا، إنما يطالبون بالعبادة. نعم. ألا تعبدوا إلا الله. نعم، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والرسل يقول ألا تعبدوا إلا الله، إني لكم نذير مبين، كما قالها نوح عليه السلام ومن بعده من الرسل، ما قالوا أقروا لله بالربوبية، هذا موجود وهو لا يغني شيئا إذا اقتصر عليه. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، كما قاله نوح عليه السلام لقومه. نعم. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. نعم، يقول الكفار للرسول أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا دليل على أن الرسل طالبوا لعبادة الله وحده وترك الشرك، هذا الذي جاءت به الرسل، الأمر بعبادة الله وحده وترك الشرك، المشركون استنكروا هذا عليهم. نعم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. فإياي فاعبدون. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات، نفي للربوبية عن غير الله، ونفي الألوهية عن غير الله، وإثباتها لله جل وعلا. نعم. فإياي فاعبدون، قال الله جل وعلا فإياي، هذا حصر، فإياي فاعبدون، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حصر. نعم. وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله. يكفي، نقف عند هذا. نعم. يتأجل الدرس إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني من الدراسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يرخص للدعاة ولطلبة العلم أن يخرجوا في التلفاز للضرورة؟ التلفاز نقل، ما هو تصوير يعني يثبت ويبقى، إنما هو نقل، مثل نقل الصلاة من المسجد الحرام، ونقل الصلاة من المسجد النبوي، ونقل الحج يعني أن الحجاج في عرفة وفي المشاعر، هذا نقل حي، يسمونه النقل الحي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظك الله تسأل عن موضوع واحد، وهي أن خروج فضيلتكم في التلفاز
يحتج به الكثير بأنكم ترون جواز التصوير. أنا أجبت عن هذا قريبا، أقول هذا ما هو تصوير، هذا نقل، هذا نقل حي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يثير كثير من الناس شبهة، وهي أن كثيرا من الدعاة في الوقت المعاصر كانوا يرون حرمة التصوير، والآن يرون الجواز، بعضهم بإطلاق، بعضهم بإطلاق أنه جائز بجميع الصور يعني. أيه. يقول: فما السبب في ذلك وفقكم الله؟ نقول: لا حجة إلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من خالف الدليل فليس حجة، سواء كان من الدعاة أو من غيرهم، نطالبه بالدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التصوير عن طريق الجوال هل هو داخل في التحريم؟ إذا كان التصوير يثبت ويبقى فهو داخل في الدليل بأي وسيلة، التصوير بأي وسيلة، أما إن كان الصورة تعرض وتزول هذا ما يعتبر، هذا يعتبر من النقل فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يحتج بحديث إلا رقما في ثوب على جواز التصوير. الرقم هو النقش في الثوب، هو النقش في الثوب، بعضهم فسرها بالصورة ولكن هذا ما هو صحيح، المراد به النقش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدتي تطلب مني أن أصور أولادي عن طريق الجوال وأنا أمتنع من ذلك فتغضب، خلها تغضب، الحمد لله خلها تغضب، ولا ترضيها بها بمعصية الله، ولا ترضي زوجك ولا حتى والديك ما ترضيهم بمعصية الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن ندخل في بيوتنا جهاز التلفاز كي نتابع المحاضرات والندوات الدينية، وهل رؤية التصوير كالتصوير؟ نعم، هذا أجبنا عنه، قلنا هذا مجرد نقل، مجرد نقل للدرس، للخطبة، للصلاة، للفتوى للمفتي، هذا مجرد نقل حي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي صورة للحرم المكي. نعم. لدي صورة للحرم المكي وقد ظهر فيها الكعبة وحولها أناس يطوفون ووجوههم ليست ظاهرة، هل يجوز لي أن أعلقها تعظيما لبيت الله؟ ما يجوز تعليق الكعبة، ما يجوز، مش الداعي لتعليق الكعبة حتى لو ما عندها أحد، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول إن التصوير بالآلات الحديثة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه عام، يقول لكل ما يأتي إلى يوم القيامة، ما قال من صور باليد أو بالقلم أو بالصناعة، قال كل مصور في النار بأي وسيلة، بأي وسيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصور سواء كانت صور حيوانات أو غيرها التي تكون على ملابس الأطفال هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز لبس المصورات لا على الأطفال ولا على الكبار، ما فيه صورة لا يلبس حتى تطمس هذه الصورة. نعم. أو تشق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كانت البطاقة الشخصية للنساء غير ملزمة، والآن صارت أمرا واجبا في الجامعات، جامعات البنات، مع استطاعة جعل البصمة، يقول: كيف نقوم بإنكار هذا المنكر وفقكم الله؟ بينوا لهم إن هذا لا يجوز، والآن تدعون إن هذه ضرورة وجاءت البصمة تكفي عنها، فإن امتنعوا فهم معاندون، وأنتم أديتم ما عليكم والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين المصور والمصور من ناحية الإثم؟ إذا رضي الشخص أنه يصور فمثل المصور سواء، إن كل منهم مصور، هذا صور نفسه وهذا صوره وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ذهبت إلى مكان
وكان فيه تصوير، فهل يجب علي أن أخرج من هذا المكان ولا أجلس فيه؟ إذا كان تنكر عليهم ويمتنعون فتبقى في المكان، أما إذا كان ما يقبلون اخرج من المكان. والآن مع الأسف التصوير صار في الأعراس، صار في الأعراس الآن، ويجون الأطفال وكل معه كاميرا ويصورون، وصار حضور حفلات الزواج فيه منكرات ما تستطيع أن تزيلها فلا تحضرها. نعم فضيلة الشيخ، حتى النساء معهم تصوير وحتى البلاء كله الآن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هل يحمل هذا الحديث على ملائكة الرحمة أم هو عام في جميع الملائكة؟ لا، ملائكة الحفظ التي تحفظ عليك أعمالك لا يفارقونك، أما ملائكة الرحمة هي التي لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا لم تدخل ملائكة الرحمة بيتك تدخله الشياطين، تدخله الشياطين والعياذ بالله. نعم، لأنه ما يجتمع ملك وشيطان في مكان واحد، إما أن يبقى الملك وإما أن يبقى الشيطان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف أوفق بين قوله سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وبين حديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ الظلمة كثيرون يا أخي، منهم المصور ومنهم من منع مساجد الله ومنهم المشركون، الظلمة كثيرون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المرايا أو المراية هل تدخل في التصوير حيث تنعكس الصورة؟ لا، هذه ما تثبت، تزول، تزول إذا جاء الإنسان، مثل بالماء، إذا ظهرت صورتك بالماء المكان في الشيء الصافي المقابل الصافي، هذا ما هو ثابت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وضعت صورة في البيت وأنا لم أصورها ولكن اشتريتها، فهل يكون فعلي محرم؟ نعم، بادر بتمزيقها وإتلافها، تسلم من شرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم الحبيب، أي نقول قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أو قال حبيبنا؟ الرسول خليل، ليس حبيبا فقط، خليل الله وليس حبيب، والخلة أعظم من المحبة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أعظم شيء أنك تقول رسول الله، نبي الله، هذا أعظم شيء، نبي الله، رسول الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحديث ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هل هذا من باب الوجوب؟ نعم، من باب الوجوب لمن عنده سلطة يقدر، من اللي ما عنده سلطة ينهى فقط ويبين وينصح، اللي عنده سلطة يزيل الشيء بيده يزيله بيده. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بين الإمام الخطابي رحمه الله أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم له أنت سيدنا، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أنهم قوم حديث عهد بالإسلام وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة. يشمل هذا، يشمل هذا النوع ويشمل غيره، هذه كلمة عامة. نعم المهم لا يواجه الشخص بالمدح، لا يقال أنت سيد، أنت كريم، أنت فعلت وأنت فعلت، هذا لا يجوز المواجهة. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، هذا في الحديث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الاحتفاظ بصورة لشخص ميت هل هذا يعد من الشرك؟ كل واحد، لا، وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من سد الذريعة
لو علمت أنني إذا بينت لأهل بلدي وهم قبوريون متعصبون، إذا بينت لهم التوحيد وإخلاص العبادة لله سيترتب على ذلك ضرر، وهو سب أئمة التوحيد، فهل أتركهم على ما هم عليه؟ لا، بين لهم ولو سبوا أئمة التوحيد، إنما الممنوع سب الله جل وعلا، فيسب الله، أما سب المخلوقين فإثمه عليهم، أنت عليك البلاغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بتوحيد الحاكمية، وهل هو داخل في توحيد الربوبية؟ هذا أحدثوه الآن، توحيد الحاكمية لا هو داخل في توحيد الألوهية، لأن تحكيم الشرع عبادة لله عز وجل، تحكيم الشريعة عبادة لله، لأنها تطبيق لأوامر الله ونواهيه وأحكامه، فهي عبادة لا تفرد بنوع، هي داخلة في توحيد الألوهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يسمى الإنسان بالسيد؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، وتركه لا شك أنه أحوط، تجنب للخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الجواب عما يريده بعض أهل البدع من أن السجود للقبور وعبادتها من دون الله كان في الأصل من مسائل الفقه، ولكن منذ 200 سنة جعل في كتب العقائد؟ هذا كلام فاضي، هذا اللي قاله يعلم أن هذا فاضي ما هو صحيح، لا يلتفت إلى هذا الكلام. لا. نعم. فضيلة كلام ساقط. نعم. فضيلة الشيخ، الشرك مذكورا في القرآن، ما هو بس في كتب التوحيد، مذكورا في القرآن وفي السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد بعض الداعيات في هذه البلاد يلقين محاضرات في مصليات النساء أو في الدور النسائية، ثم يقومن بتسجيل هذه المحاضرات وإنزالها في الأنترنت من باب أن تعم الفائدة، فهل هذا الفعل مشروع؟ إذا كانت توزع على النساء فلا مانع، توزع على النساء ما في مانع، أما أن توزع على الرجال يسمعون صوتها فهذا فيه محذور، سماع صوت المرأة فاتن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول النظر إلى النساء في التلفاز أو في غيره، وكذلك نظر النساء إلى الدعاة، يقول هل هذا فيه شيء؟ النظر الذي فيه شهوة محرم، أما النظر الذي للحاجة وليس فيه شهوة فلا بأس، يعني بالنسبة للمرأة تنظر إلى الرجل للحاجة لا بأس، ما هو بدون شهوة، أما الرجل فلا ينظر إلى المرأة، لا ينظر إلى المرأة السافرة، لأن هذا فيه فتنة في التلفاز وفي غيره، فيه فتنة، لا سيما وأن المرأة التي تظهر في التلفاز تكون متبرجة، ويختار أجمل ما يوجد ليفتنوا الناس من النساء، يختارون فتيات جميلات يقدمونهن على الشاشة وعلى التلفزيون لأجل أن الشيطان يؤزهم إلى هذا، فأنت لا تنظر إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت وأفتي لها في الحملة بجواز الطواف والسعي والرمي قبل الزوال في 12، ثم رجعت إلى الرياض، فهل عليها شيء؟ في ذمة من أفتاها، في ذمة من أفتاها، أما أنا أقول هذا لا يجوز. نعم. وكذلك حفظك الله، سؤال آخر، من رمى الجمار قبل الزوال فهل عليه شيء؟ مثل ما قلت لك، أنا والجمهور أو الإجماع إلى من جاءوا المتعلمين العصريين، الإجماع على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، إلا عند الحنفية في يوم النفور، اليوم 12 يوم النفر عند الحنفية، وأما الجمهور فلا، جميع الأيام لا يرمى إلا بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس ثم يرمون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المعالجين بالقرآن يكتبون القرآن على ورق أو على مناديل ورقية ثم يحرقون هذا الورق أو المناديل التي قد كتب عليها القرآن ويبخرون بها المريض، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا ما ورد ولا فعله السلف، إنما الذي ورد أنه يغسل الكتابة في الصحن أو في الورقة، يغسل في ماء ويشرب أو يرش على المريض، أما الإحراق لا، إذا ما ورد الإحراق تلفت، معناها تلفت وش بقي؟ نعم، ما لها ثرثار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في سنن أبي داود إن الله هو الطبيب، فهل يجوز يعني هو الشافي، هو الطبيب هو الشافي سبحانه وتعالى. نعم. وهل يجوز أن يعبد الشخص فيقال عبد الطبيب؟ ها؟ لا، ما هو من أسماء الله الطبيب، هذا خبر، إخبار عن الله جل وعلا، والإخبار غير التسمية. نعم، يجوز في الإخبار غير ما يجوز في التسمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام صلى بالمأمومين صلاة الظهر 5 ركعات ناسيا ولم ينبهه أحد، وبعد الصلاة تنبه أو نبه فسجد سجدتين للسهو، فما حكم صلاته وما حكم صلاة المأمومين؟ صلاته صلاة المأمومين صحيح، والسجود هو الواجب عليه، يكفي الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجت المرأة من عدة الوفاة يقوم أولادها بوضع وليمة لها، فهل هذا مشروع؟ كان هذا من باب الفرح لخروجها، ومن أجل أيضا سعة الصدر معها فلا بأس، ولكن لا يتخذ هذا عادة مع كل من توفي زوجها وخرجت من ما يتخذ عادة، لكن إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تباع المساويك على درج باب المسجد الخارجي، علما أن المسجد ليس له سور محيط به؟ نعم، كيف له درج ولا له سور؟ أعيد السؤال. هل يجوز بيع المساويك على درج باب المسجد الخارجي؟ هذا له باب وله درج، معناه له سور. نعم. فإذا كان خارج الباب فلا بأس، وإذا كان داخل باب المسجد فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مسافر، فهل يلزمني أن أصلي مع الجماعة علما بأنني أسمع الأذان؟ أنا مسافر، فهل يلزمني أن أصلي مع الجماعة المقيمين وأنا أسمع الأذان؟ نعم، إن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، احضر وصل مع الجماعة وأنت على خير، تحصل على أجور عظيمة، لا تحرم نفسك من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب؟ مواطن العذاب يمر بها الإنسان مرور ولا يستقر فيها، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار قوم ثمود مسرعا ومتلثما عليه الصلاة والسلام، فلا يستقر فيها ولا يجلس فيها ولا يصلى فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يوجد الآن من يعذر بالجهل في عدم إسلامه؟ الجهل يختلف، جهل بالإسلام والعقيدة هذا لا يعذر إلا من كان منقطعا عن العالم ولا يصل إليه شيء ولا سمع شيء، أما الجهل في أمور الدين، بعض أمور الدين أو بعض الأحكام الخفية، هذا يعذر فيها حتى يبين له، الجهل ما هو على حد سواء، وليس الجهال على نوع واحد يختلفون، فلا يعطى حكم عام الجهل بل يفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من الأفضل
مراعاة المأمومين في صلاة الكسوف، ذلك بعدم الإطالة عليهم. إقامة السنة، العمل الذي يشرع هو العمل بالسنة، والمأمومون على حسب ما تعودهم، إذا عودتهم اعتادوا، إذا بينت لهم السنة قبلوها، أما إذا ما بينت فهم يميلون إلى الراحة ما في شك، لكن إذا بينت لهم سنة الرسول في الكسوف فإنهم يقتنعون بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دائما تراودني وساوس في الرياء والعجب، وأخاف أن أكون فعلا كذلك، فكيف أفرق بين كوني مراء أو أن هذه لا تترك العمل الصالح تخاف من الرياء؟ لا تترك العمل الصالح تخاف من الرياء. بعض الناس يترك حتى الذهاب لصلاة الجماعة يقول أخاف من الرياء، ويترك الواجبات، هذا من الشيطان. فلا تترك الواجبات تخاف من الرياء، أد الواجبات وأخلص لله عز وجل. وأما الأمور غير الواجبات تخفيها، صلي في بيتك، الصدقة تخفيها خشية الرياء، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من عبد الله لنيل غرض دنيوي مشروع كمن يستغفر لطلب الولد أو المال، استدلالا بقوله سبحانه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هل عمله مشروع أم أن فيه شرك؟ لا، ما في شرك، ومشروع إنه يستغفر الله لأجل نزول الغيث، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نوح عليه السلام يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لا بأس بذلك، لكن لا يكون مقصورا على الدنيا، يجمع بين الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا صمت رمضان وعلي قضاء منه. يقول: أنا صمت رمضان لكن علي قضاء لبعض الأيام منه، فبدأت بالقضاء وتلخبطت في عدد الأيام، فماذا أصنع؟ قدر الأيام التي عليك واحتط، خذ بالاحتياط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل صلى النافلة قبل صلاة الظهر، فجاء جماعة وظنوا أنه يصلي الظهر فقدموه إماما لهم، فتقدم وقلب نيته من نفل إلى صلاة للظهر، فماذا عليه؟ لا لا، ما يجوز هذا، ما يحول النفل إلى فرض، العكس، يحول الفرض إلى نفل يجوز، أما العكس لا، ما يحول النفل إلى فرض، عمله هذا غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول قوس قزح، يقول: ما المراد بقزح؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في سؤال بالأمس عن المسابقة فيما يتعلق بالأبحاث الكيميائية، يقول: إذا كانت المسابقة ليس فيها رهنا ولا عوضا، فهل يجوز ذلك؟ إذا كانت المسابقة يقول ليس فيها رهنا ولا عوضا، يقول هل حكمها سواء؟ إيه، إذا جعل جائزة لمن يعمل كذا هذا لا يجوز إلا فيما جاء به الحديث، أما إذا عمل عملا وأتقنه وأعطي عليه مكافأة أو تشجيع فلا بأس بذلك، هذا ما هي مسابقة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.